هاي بيعود تاريخ تأسيس قطاع التدوير بلبنان لسنة 1929، وعم بيشهد القطاع تطور كبير، مع أنه نسبة النفايات المعاد تدويرها بلبنان بعدها ضئيلة بسبب عدة عوامل، من أبرزها غياب الفرز من المصدر. بيضم لبنان معامل لإعادة تدوير الحديد والتنك والبلاستيك والورق والكرتون والإزاز، وكلها مصانع متطورة، وعدد منها بيصدر منتجاته للدول الإسكندنافية. أما معامل الكرتون والورق فأكثر من 30% من منتجاتها هي من المواد معاد تدويرها. بيضم لبنان عدد من المراكز يلي بتستخدم المواد القابلة للتدوير يلي بتستلم النفايات المفروزة، ومؤخراً اشتهرت إعادة تدوير الأنانة البلاستيكية المعروفة بالPET وتحويلها لسفنج يستعمل بصناعة المفروشات. أما البلاستيك الHDPE يلي بيشمل البراميل والسطولة والكراسي فعم بيتم إعادة تدويره وتحويله لأحواض زهور وصناديق ونبريش للزراعة. مين قال مسؤولية تخفيف النفايات فردية وجمعية؟ أنا قال. بشوفكم بكره.